طبعا منطقة منبج أو ريف منبج ما بي بيت بلاستيكي بهذا الحجم ونزرع بهذا الشيء، يعني لأنه تكلفته تكلفة باهظة وما بقدرة يعني الإنسان يقدر يسوي له 4 5 10 بيوت مشان يشتغل بهذا. فاضطرينا نسوي أنفاق صغيرة، يعني ارتفاع 70 80 سنتي بعرض متر بطول 20 متر، شغلة 40 50 نفق مشان نقدر نقاوم شوي، يعني أقل شيء نسوي لنا دونم دونم ونص مشان الإنتاج. يعني طبعا نحن قمنا بهذا المشروع كونه الخضرة يوم جات تجينا من برا بسعر باهظ، يعني سعر غالي باهظ بشكل، فنحن هنا نشتغل بهاي المدينة ونكثر من الإنتاج المحلي، كون الإنتاج الجاي يجينا من برا بسعر غالي باهظ، فمن هين أقل تكلفة يعني راح يصير من اللي جينا من برا، ويكون سعره شوي مناسب للمواطن. بالمقابل نحن يعني قاعد نقدم هذا الشيء للمواطن، ولكن ما قاعد نشوف شيء قاعد يجينا مقابل هذا الشيء، لأنه دعم خفيف لنا لآخر درجة. يعني اليوم لا مازوت لا شيء لا شيئتين، واليوم الكهرباء ضعيف لآخر درجة بالمنطقة عندنا. يعني والله بالنسبة لأسعار الخضرة يعني متداولة بالأسواق حسب نظافة الأسعار، حسب نظافة البضاعة. يعني يبيع عندك بندورة من 4.5 ل 600، هاي بندورة شامية. بالنسبة للبندورة البلاستيكية أسعارها 1200 1300. بالنسبة للبطاطا حسب زاد حسب نظافة البطاطا الموجودة بالأسواق، عندك من 400 ل 500 ل 550، هاي بالجملة طبعا. بالنسبة للحمضيات زاد، عندك مثل البرتقال، البرتقال 500 400، الليمون 600 700.